الله الرحمن الرحيم. اليوم تم عقد اجتماع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لإقليم العيون، الاجتماع اللي ضم نقطتين أساسيتين، الأولى تتعلق بمسألة الحصيلة ما تم إنجازه في مخطط العمل سنة 2023، النقطة الثانية هي مجموعة من المشاريع اللي خاصة في مجال ريادة الأعمال المقدمة من طرف مقدمي الخدمة، يعني الجمعيتين اللتين تشرفين على تقديم هذه الخدمة عن طريق منصة الشباب، إضافة للمشاريع الخاصة بالاقتصاد الاجتماعي. المحور الأول اللي تم تقديم فيه الحصيلة وكما تتبع الجميع هي حصيلة جد إيجابية خاصة في البرنامجين الثاني والرابع اللي تم تحديد يعني الحديث عنهم بإسهاب مجموعة من المشاريع المهمة ذات الواقع القوي اللي عندها إيجابية حقتها على المستفيدين بطريقة مباشرة. البرنامج الرابع كذلك اللي كيضم واحد المجموعة من المحاور واللي كتركز أساسا على صحة الأم وعلى الطفل على التمدرس على المواكبة على التكوين واللي كانت كاملها أعطت نتائج إيجابية، ولا ننسى خاصة المشروع اللي كيتعلق كذلك بالتتبع الصحي لفائدة الأطفال اللي تم يعني تتبعهم مواكبتهم يعني في حياتهم الصحية. نتكلموا عن الأطفال ديال المدارس العامة يعني المدارس العمومية، الأطفال اللي ما عندهمش الإمكانيات باش يديروا التشخيص ديال أمراض الفم أمراض الأذن أو إلى آخره، فكان تم التكلف بهذه الحالات وكانت أرقام كيف تبعتوا هي أرقام كبيرة واللي لامست جميع المؤسسات التعليمية البالغ عددها 51 مؤسسة داخل الإقليم. عندنا سلسلة ديال التكوين مع جهة اللي كتمحور على بزاف ديال المحاور، المحور اللي عندنا اليوم هو ربط الشراكات المتعددة الأطراف. هاد الشراكات هي من دعائم ديال تنمية المجالات، وهاد الشراكات العمل في إطار ديال الأوراش هو عمل كيكون منهجية تطبيقية، ما عندهاش واحد سابق أكاديمي بل هو سابق تطبيقي، وبالتالي في النهاية ديال هاد الأوراش المشاركين كيكون عندهم آليات تطبيقية لوضع هذه الشراكات ووضعها بطريقة عقلانية اللي غادي تجعل واقع مهم على المجال. بالنسبة لهذا الصباح حضرت اللجنة اللي كان مترأسها السيد والي الجهة، وواحد الملاحظة ديال السيد الوالي طارت الانتباه ديالي بزاف على دعم المشاريع في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لأن المشاريع اللي تقدمت هي مشاريع أغلبها عندها واحد لونفلوب بيجيتير قليلة، مشاريع اللي هي راها كتعاود، وبالتالي السؤال اللي كيتطرح واللي طرحه السيد الوالي هو ان هذه المشاريع واش عندها ديمومه، واش هاد الاشخاص اللي حنا كندعموهم واش كاين واحد الاستمراريه، ولا غادي نطلقوهم في واحد السوق اللي هو تنافسي كثير وبالتالي ما غاديش يمكن لهم يبقاو يعيشوا، وهذه اشكاليه مهمه اللي كتطرح حاليا. حضرنا اليوم في هذه الدورة التكوينية المنظمة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي جات بطريقة جديدة، طريقة جديدة للتكوين ماشي كيف الطرق العادية، ومن أهم اللي جاء في الدورة هذه هي يعني كيفية التعارف وكيفية إبرام اتفاقية شراكة متعددة الأطراف. وكما شفتوا حضرنا كمنتخبين ولا كمجتمع المدني وكأعضاء محليين واقليميين مبادرة التنمية البشرية، وهذا النوع من التكوينات جد مهم اللي غادي يفتح المجال للاعضاء ديال 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 اللجان ولا المجتمع المدني كيفية البحث عن شراكات اللي غادي تنهض وترجع بالخير على الساكنة. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هيسبريس.